ما حجزت المجموعة الإقليمية لدرك الوطني بسيدي بلعباس التابعة لأفراد سرية من الطرقات أزيد من 81 ألف قفاز طبي بعدما تم تفتيش عربة من الوزن الثقيل. المزيد في ميكروفون عبد الكريم عاشور. تمكن أفراد سرية الإقليمية لدرك الوطني بسيدي بلعباس على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بحاجز أمني من حجز كمية معتبرة من القفازات المطاطية الطبية. الكمية تقدر ب 81 ألف زوج من القفازات التي تم تغيير وجهتها من ولاية وهران باتجاه المشرية من أجل إعادة بيعها بطرق أخرى.